بص يا شباب، انا النهارده هكلمكم على موضوع كيف السلك يبقى متعلق في الهواء. طبعا السلك يتعلق في الهواء كيف يا مستر؟ انا عندي بطاريه بالشكل ده وعندي مكان اعلق فيه ايه؟ السلك. ده السلك بتاعي بالشكل ده، يبقى انا عندي التيار هيطلع من هنا البطاريه ويعدي كده اهو تيار ويرجع لسلم البطاريه. طب انا لو اثرت عليه بمجال مغناطيسي للداخل، يعني جبت قطب شمالي كده تمام، فيبقى انا هنحط يبقى فيه اكسات، يبقى فيه ايه؟ اكسات، يبقى داخل الصفحه. السلك ده هيتعلق كده بس المفروض السلك ده ياخد ينزل ويقع صح؟ عشان هو بيتاثر بوزن لتحت. الوزن ده نسميه كتله وعندك الجذريه الارضيه. انا هجيب له قوه تلاشي وزنه، يبقى ده الوزن اسمها اف جي جرافيتيشنال فورس، يبقى في قوه الوزن يبقى بتساوي ايه؟ ام جي كتله السلك في مين؟ عدد الجاذبيه الارضيه هي جرافيتي اكسلريشن. طيب انا عايز القوه تخليه يطلع يكنسل ايه؟ الوزن، يبقى عايز القوه لفوق، فبطلع الدايره اليسرى قاعده فيلمنج كان اليسرى. انا دلوقتي التيار جاي كده اهو صح؟ يبقى التيار اهو صار دي ده التيار، والمجال مين؟ للداخل، يبقى هنا السلك هيطلع عليه لاعلى، يبقى السلك يطلع عليه لاعلى. تاني انا بطبق قاعده فيلمنج كانت ايه؟ يسرى. فانا عندي هنا المجال ليه؟ للداخل، والتيار اهو تيار من الموجب للسالب. انا عامل هنا بطاريه، هنا في موجب وهنا في ايه؟ سالب اهو، يبقى التيار هيطلع من الموجب ويرجع للسالب، يبقى ده التيار، والمجال ليه؟ للداخل. يبقى القوة هو الإلحام الصم، يبقى يطلع لفوق. طب متى هنا يبقى متزن؟ لو السلك في حد اتزان في حد ايه؟ القوة اللي فوق اللي هي القوة المغناطيسية اف بي تساوي اف جي. طيب مبدئيا أنا عندي هنا هو الكثافة اللي هي رو تساوي مين؟ كتلة على مين؟ على حاجة. الكثافة بتاعت السلك بتساوي كتلة السلك على الحاجة. تمام يا مستر. طيب انا عندي هنا اهو اف جي بيساوي مين؟ ام جي. طب الام عباره عن رو في الفوليوم، يبقى عندي انا هنا رو في الفوليوم في مين؟ في جي. يبقى اي وزن هو الكثافه في الحجم في عدد الجاذبيه الارضيه، يبقى رو في جي. تمام. الفوليوم هنا اهو بتاع السلك، السلك اسطوانه الشكل، يبقى ليه طول وليه مين؟ كروس سكشن اريا، مساحه مقطع. يبقى انا هفكها A في ال L، يعني مساحه المقطع في الطول، في G في الرو. يبقى ده عباره عن ايه؟ الوزن اللي هو الويت. تمام. طب بعد كده يا مستر انا عندي الكره المغناطيسيه بتساوي ايه؟ B I L. في حاله الاتزان الاثنين هيساووا بعض، يبقى انا عندي B اي ان اللي هي القوة المغناطيسية الناشئة عن مرور تيار يمر في سلك، تمام؟ موضوع في مجال خارجي اسمها قوة مغناطيسية، بتساوي مين؟ بتساوي رو في ال A في ال N في G، رو في ال A في ال N في G. طبعا هنا مش هيديني في المسألة طول السلك، ليه؟ أنا هكمل طول السلك مع طول السلك. هيديني التيار لو حاطط لي هنا عبيطة مثلا تطلع عليها 10 امبير، يبقى هنا هنكتب 10 امبير. طب عدد الجاذبيه بكام؟ اعطاها لي ب 10 متر على الثانيه تربيع. تمام؟ طب المساحه ممكن يديني المساحه، ممكن يلعب في المساحه يديها لي معطى، والكثافه هيديها لي، يبقى هو طالب مين؟ طالب مين؟ كثافه الفيض اللي هي ماجنتيك فلوكس تنستي اللي قاس بالديسك. كده اهو انا جبت المقدار الماجنتيود بتاع الماجنتيك فلوكس تنستي اللي كثافه الفيض. طيب دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الدايركشن، كان الدايركشن في الامتحان مش عطول. ده مساله 2008. قال لي احسب البي والدايركشن بتاعتها. فانت بمنتهى البساطه انا عندي البطاريه طالعينها هنبص نلاقي التيار ماشي كده اهو، صح؟ وهو انت عايز قوه تكنسل ايه؟ الوزن، يبقى القوه الاعلى. تمام؟ يبقى انا الفلوكس اكيد لازم يتعامل ايه كده؟ يبقى انت مثلا في الامتحان بتتعامل كده كده. يبقى انت عندك ادي التيار وادي الدايركشن بتاع القوه، يبقى فاضل لك ايه؟
المجال، شايف هنا المجال من النورث للساوث، يبقى هنا تعمل ايه؟ تقول ان المجال الدايركشن بتاعه انتو ذا بيج داخل الصفحه. دي مساله 2008 مش هنكون بعد الفصل.